وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان يا رب يعودوا علينا بالخير واليمن والبركات. النهارده بنكمل مع بعض حلقات العيش البايت، وبنشوف ان له استخدامات كتير جدا غير ان احنا نعمله عيش بقسماط. النهارده هنعمل منه نوع من انواع الصوصز، والصوص ده صوص انجليزي، وده بيتقدم غالبا جنب اي حاجه تكون معموله روستو في الفرن او مشويه. ده من الصوصات المعروفه في انجلترا. وتاني حاجه هنعمل نوع من الحشو اللي ممكن نستعمله، نحشي بيه فرخه، نحشي بيه اي حاجه، وفي نفس الوقت ممكن نعمله هو لوحده كطبق جانبي، والشكل بتاعه يرجع للشكل اللي احنا عايزينه. يعني ممكن نعمله النهارده، هنعمله في قالب البانت كيك، وممكن يتعمل ككب كيكس صغيرين او اي حاجه، اي شكل احنا عايزينه. هنبتدي ان شاء الله مع بعض بالصوص الخبز، وبعد كده هنعمل الخبز الستافنج. صوص الخبز مقاديره 600 مللتر لبن، 50 جرام زبده، 1 بصله مفرومه، 6 فصوص قرنفل، 6 فلفل اسود يكون حب، 2 فص ثوم، 1 ورق لورو، 3 عيدان زعتر، 100 جرام توست ابيض يكون مفروم، احنا عايزين طبعا ده لو توست ابيض بايت، 4 معالق كبيره كريمه، ورشه جوز الطيب مبشوره. وعندنا الخبز للستافينج، عندنا 10 اكواب خبز يكون فينو مكعبات، و يكون بايت، ربع كوب زبده، 1 كوب بصل احمر مكعبات، 3 عيدان كرفس، 1 معلقه كبيره ثوم مفروم، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل، 2 معلقه صغيره مرمريه جافه، 2 بيض، 2 كوب مرقه دجاج، و2 معلقه كبيره بقدونس. هنبتدي مع بعض بالصوص. هحط اللبن على النار، وهنحط معاه المنكهات بتاعته. هحط البصل، ورق اللورو، القرنفل كتير شويه، الفلفل الحب او الحصى، جوز الطيب، الثوم، وبقيت قلتهم مش كله، وعندنا كمان الزعتر. وهنحتاج مصفى، علشان اول ما اللبن يبتدي يغلي هنصفي كل المنكهات اللي احنا حطيناها، وبعد كده هنرجعه تاني على النار ونضيف له الزبدة والعيش البيت المطحون والكريمة. زي ما احنا شايفين اللبن ابتدى يغلي، فهاخده واصفيه من المنكهات اللي احنا حطيناها معاه. ودلوقتي احط الزبده مع اللبن، واول ما تدوب هضيف العيش المفروم. ده ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون توست، ممكن يكون فينو، اي عيش قديم عندنا. اوكي، دلوقتي هضيف العيش
وهسيبه على النار يتشرب شوية من اللبن ويطرى شوية. أضف لهم شوية كريمة ودلوقتي أهو ابتدى يغلي، هاخده وأضربه بالهاند بلندر علشان العيش يدوب في الصوص. كده الصوص جاهز، ممكن نضيف له شوية بقدونس ونقلبه معاه. وده يبقى صوص حلو مع أي نوع من الأكل. مع فراخ أو لحوم أو سمك. وإحنا كده استعملنا العيش إن إحنا نتقل بيه الصوص. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. عملنا صوص من العيش البايت، استعملناه كحاجة بتتقل الصوص أو بتكثف الملمس بتاعه علشان نقدر ناكله جنب أي حاجة، سمك، فراخ، لحمة، أي حاجة إحنا عايزين معاها صوص، ممكن حتى مع بطاطس أو غيره. وبكده نطلع فاصل وبعد كده إن شاء الله نعمل مع بعض خبز الستافينج. أهلاً وسهلاً بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض خبز الستافينج. أول حاجة هنعملها هناخد الزبدة، البصل والكرفس والثوم وهنشوحهم على النار، ومجرد بس ما يدبلوا مش عايزين نديهم لون. حطيت البصل والكرفس والثوم، ممكن احط الثوم من الاول بما اني مش هغيبهم على النار، لكن لو انا هديهم لون او عايزاهم يقعدوا على النار اكتر شويه احط الثوم في الاخر. وهاجي هنا هضرب البيض مع المرمرية، ملح، فلفل، احط معاهم المرقة ونبص على النار. اوكي كده خلاص ابتدوا يدبلوا كفاية خالص، واحطهم مع الخليط اللي فيه المرقة. احط البقدونس
والعيش. العيش برضو ممكن يكون أي نوع عيش، مش لازم فينو، أي نوع عيش بايت حتى لو بلدي. ونقلبه، نتأكد أن العيش كله اتشرب من الخليط، والطبق ده مش مهم قوي نحافظ على شكل العيش، يعني ممكن يتفعص شوية وإحنا بنقلبه، مش مشكلة. لأن إحنا في الآخر هنشكله، يا إما هنحطه في الفرخة من جوه، يا إما هنحطه في أي قالب، ممكن قالب كبير زي اللي هنعمل بيه النهاردة، أو ممكن قوالب كب كيك ويطلع وحدات من الستافينج. هحطه في قالب السيليكون وأبتدي اوكي، ونضغط عليه علشان ياخد الكميه كلها. احنا عايزينه يبقى ملزق شويه في بعضه علشان لما نقلبه يطلع حته واحده. وبكده هو جاهز يدخل الفرن. هندخله فرن على درجة حرارة 180. لما الوش الفوقاني ده يتحمر هنقلبه ونحمر كمان الوش اللي فوق من الناحية التانية، لأن هو طبعا هيتقدم على الناحية التانية. وده بيكون شكل الستافينج اللي عملناه على شكل القالب، وممكن نعمله بالشكل اللي احنا بنحبه، وده بيعتبر طبق جانبي لذيذ جنب اي حاجة احنا بنحبها. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله ان شاء الله.